تقرب منازلها إلا محب زايد أساسها واليوثن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أساسها واليوثن وراها داروا على الدانات سبع أبد نحنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب نحنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب إلا دار زايد داري لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أسسها واليوم وراها حياكم الله مشاهدينا الكرام أو في برنامج لآلئ الاتحاد دائما استضافتنا متميزة وناجحة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن العاصمة أبوظبي تحديدا منطقة مصفح الصناعية اليوم نتحدث عن مطعم وياك ضيفي اليوم السيد محمود جمال الدين شهابي صاحب المطعم وأيضا شيف محترف أهلا شيف يا أهلا وسهلا فيكم بداية طبعا برحب بحضرتك معنا في برنامج لآلئ الاتحاد في البداية حابين نتعرف على شخصك الكريم ونعرف جميع مشاهدينا عليك أشكر حضوركم الكريم على مطعم وياك أنا محمود جمال الدين شهابي صاحب مطعم وياك والشيف مطعم وياك من مواليد مدينة حمص في الجمهورية العربية السورية ترعرعت في مدينة حمص الجميلة درست فيها وتخرجت منها تخرجت من المعهد المتوسط الفندقي في حمص واشتغلت في فندق سفير حمص مدة 5 سنوات بعدها في 2006 قررت السفر لدولة الإمارات العربية المتحدة كان طموحي أشتغل في فنادق على مستوى عالمي وصلت دولة الإمارات اشتغلت سنتين في مدينة العين في سنة 2009 كان لي شرف كبير جدا أنه توظفت في فندق قصر الإمارات فندق قصر الإمارات فيه 53 جنسية مختلفة يحملون 53 ثقافة مختلفة وأكثر من 150 لغة كان لي شرف كبير أنه اشتغلت معهم مدة 11 سنة بعد ال 11 سنة جاني الطموح الثاني دائما كنت أحلم أنا يعني لهلا بعدني بحلم وما وقفت أحلامي طموحي الثاني كان أنه أكون صاحب مطعم أو مدير مطعم ولكن ولله الحمد جاني دعم كبير من أخوي مهند بوجهه كثير تحية كان دعمه جدا قوي معنويا وماديا على جميع الأصعدة فهو دعمني وفتحنا مطعم سميناه مطعم وياك الفكرة من مطعم وياك كانت استهداف طبقة عمالية في المصفح الصناعية نعمل وجبات للعمال في المصفح الصناعية طاقم المطعم كان يعني شغالين في فنادق 5 نجوم وعندنا خبرات عالية جدا فكثير من الناس سألوني ليش ما فتحنا في مدينة في أبوظبي ولا في دبي ف فكرتي كانت المنطقة الصناعية في استهداف وجبات عمالية للشركات يعني صرنا نحن 8 شهور النتائج جدا عجبتني يعني ما كنت متوقعها أبدا تكون الفيدباك كتير جميل من الزبائن أنا كشيف يعني بكون في منتهى السعادة لما زبون أعمل الأكل لزبون يرجع يتصل فيه ويشكرني على الأكل إنه كان لذيذ جدا كان مميز فأنا شيء هذا بفتخر فيه بعتبره من نجاحاتي والحمد لله رب العالمين عم نطور أكثر وأكثر
والنجاح ما له حدود. نتحدث أكثر تفاصيل عن مطعم وياك، شو الأكلات المتواجدة بالمطعم، الشيء المميز لجميع طبعاً زبائنكم. طبعاً أنا من خلال خبرتي في المطابخ طورت أكثر من طبق، وكان الطبق هو يعني من مكوناتي أنا الشخصية، وهي صيادية الروبيان، فما بتلاقيها يعني بأي مطعم تاني، لأنه أنا اجتهدت عليها والحمد لله نالت كتير إعجاب الناس، وكتير جاني يعني الفيدباك عليها كتير كتير كان جيد، يعني فاق توقعاتي بصراحة. وفي الكبسة، في ناس ما بتحب الكبسة التقليدية السعودية، بس نحن أخذناها وطورنا عليها وعملناها على شكل ستايل أوروبي على عربي، يعني طلعت النتائج كتير جيدة جدا، يعني بفتخر فيها. وعندنا كمان خروف الأوزي بقولوا الكامل مشوي بالفرن، فيه سمك الهامور المشوي على الفحم، يعني الحمد لله عندنا كادر عمل جيد جدا وخبرات عالية. لما يكون صاحب المطعم هو الشيف واللي بيشرف على كل صغيرة وكبيرة بالمطعم، طبعاً هو تحدي بحد ذاته، وأكيد في معايير خاصة لتختار الأشخاص يلي بيشتغلوا معك. تمام. كيف بتتبع هالأسلوب؟ مين الأشخاص اللي بتشوف أنه هذا ينفع إضافة إلى مطعمي أو لا؟ طبعاً أنا لحد اليوم من يعني صار لي عم بزاول المهنة أكثر من 18 سنة، لحد اليوم أنا بطبخ بيدي، هواية الطبخ، وبحب أضيف ألعب بالبهارات بالمكونات بالخضار، أنواع الخضار، ندرس البروتينات الموجودة، الفوائد الغذائية، القيم الغذائية الموجودة في داخل الطبق، تشكيلة الطبق وشكله جدا مهم بالنسبة لي. الصف اللي عندي كله الحمد لله رب العالمين كلهم حاصلين على شهادات في السلامة الغذائية، يعني نحن بنعتبر في مطعم وياك السلامة الغذائية في الدرجة الأولى، لأن حياة الناس أمانة في علاقنا، يعني وتقديم أطباق جيدة للناس شيء مهم جدا بالنسبة لنا. أكيد. حضرتك افتتحت المطعم في فترة نوعا ما توصف بالصعبة، هي فترة جائحة كورونا، كيف كانت هذه التحديات الأولى لافتتاح المطعم؟ أنا دائما بحب التحديات، ما بآمن بنجاح بدون تحدي، اللي بده يوصل لهدفه لازم يلاقي صعوبات، لازم يتحداها ولازم يحل المشاكل هو في نفسه. يعني يوم ما قررنا افتتاح المطعم كان قبل فترة كورونا بشهور، ما توقعنا يكون الجائحة تيجي وتأثر على هذا الوضع العام العالمي، بس ولله الحمد يعني كان افتتاح مطعم وياك، الهدف من مطعم وياك فتحناه في منطقة صناعية في مدينة أبوظبي، والهدف كثير من الناس سألوني ليش نحن ما فتحنا بمدينة أبوظبي بما أنه الإمكانيات كبيرة للمطعم والاستاف خبراته عالية. أنا الهدف من المطعم هو تقديم وجبات للعمال المتواجدين في المصفح الصناعية، وهم ممكن أكثر من 150 ألف عامل، فهذا كان هدفي الأساسي، أنه نقدم وجبات على مستوى 5 نجوم بأسعار خفيفة والكل يقدر يستطيع يتناولها،
والحمد لله لهلا يعني وصلنا لنتائج يعني كثير كثير انا رضيان منها بصراحه. المخططات المستقبلية أكيد عندها حيز مهم جدا لإلك أستاذ محمود، ما هي المخططات؟ أين ترى المطعم بعد سنوات من الزمن؟ يعني فيني أقول لك بنشوف مطاعم سلسلة مطاعم وياك، لأنه نحن ما رح نوقف عند مطعم وياك في المصفحة الصناعية، والحين منجهز لمطعم في أماكن أخرى في إمارة أبوظبي، وإن شاء الله قريبا يعني رح نمتد لدبي والشارقة ونوصل لجميع أنحاء الإمارات إن شاء الله. الآن من حضرتك رسالة لجميع الشباب المقبلين على العمل، ما هي النصيحة المقدمة لهم والدافع لبداية الاستثمار مثل حضرتك هنا داخل الدولة؟ طبعا كل إنسان في بحياته هدف، وفي في عمل هو بحبه، فالإنسان إذا حب عمله وطوره الأحلام النجاح ما له حدود، والطموح لازم يكون أكبر من هيك. الصعوبات وأنا بالنسبة إلي يعني واجهت صعوبات كثيرة، وصابنا نوع من مثل ما نقول الفشل، فشلنا في بعض الأمور، بس أنا بعتبره هذا بداية النجاح، بداية طريقة النجاح. طورنا الأمور، حلينا المشاكل كلها، و يعني النجاح ما له حدود. أستاذ محمود، من خلال حضرتك رسالة شكر إلى كافة قادة وشيوخ دولة الإمارات وإلى الحكومة الرشيدة المساهمة طبعا في دفع الاستثمار داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. نشكر من القلب قادة وحكام دولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان، وعلى جميع التسهيلات الاستثمارية التي قدموها، وعلى الجهود الجبارة المبذولة للتصدي لجائحة كورونا. وأشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مقولته الشهيرة لا تشلون هم، اللي أعطتنا الدافع وأعطتنا المعنويات العالية اللي نتابع فيها العمل والاستثمارات داخل الدولة، والله يطول بعمره ويحفظه ويحفظ دولة الإمارات وشعبها. شكرا شيف، سعداء جدا بتواجد حضرتك معنا اليوم كضيف عزيز على برنامج لآلاء الاتحاد. الله يسلمك، شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، قصة نجاحنا اليوم مع السيد محمود جمال الدين شهابي الشيف وصاحب مطعم وياك من إمارة أبوظبي، وقصص النجاح كثيرة ومتعددة. ملتقانا الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.